رجعنا بعد الفاصل ومعايا فقرة هامة جدا بتهم كل الستات وهي من داخل مطبخ شيري، وهيكون معايا الشيف إيمان حماد. أهلا بيكي. أهلا وسهلا. إيمان، في البداية كده عايزين نعرف أنت النهاردة هتعملي لنا إيه من داخل المطبخ شيري؟ أنا هعمل بيكاتا باللحم، بيكاتا لحم بالمشروب. مكوناتها سهلة وبسيطة وكل السيدات والأسر والأطفال والكبار بيحبوها. طب عايزين نعرف مقاديرها إيه؟ المقادير معانا 4 مكعبات زبدة، 250 جرام مشروم فريش ومتقطع، معلقة ثوم، معلقتين دقيق، كوباية مرقة، كوباية كريمة لباني، زعتر أخضر، ملح، فلفل أسمر، 7 بهارات، بصلاية، واللحم. وكده كده المقادير معانا على الشاشة، احنا عايزين نعرف بقى نبدأ ازاي على طول خطوات ان احنا نعملها. اللحم اهم حاجة يكون متقطع ستيك ويكون رفيع قوي. تمام. ويفضل ان هو يكون بتيلو، مفيش بتيلو تبقى خالية من الدسم ومتقطع رفيع جدا. طيب اول حاجة بتعمليها ايه بقى؟ يلا. اول حاجة هبتدي ادي شعرة ملح كده للحمة، وشعرة زعتر، شعرة فلفل اسمر، شعرة 7 يعني بهارات. يعني نقول ان احنا بنتبل اللحمه الاول. واحنا واقفين كده، وبعد كده ننزل بالزبده، مكعبين زبده، وانزل على طول باللحمه، يكون شكلها كده خاليه من اي دسم وتكون رفيعه جدا. انت بتعملي لها زي ما بنقول صدمه؟ ايوه. هي بتتشوح، ولو هي يعني ما بتاخدش اي حاجه على النار لو هي التقطيعه صح واللحمه صح. لو حسيتي انها بتشد معاكي شويه، لو الستيك تخين يدخل الفرن بعد ما بتخلصي الوصفه في قالب وبتدخليها الفرن. طيب بتسيبيها قد ايه على النار؟ انا بالنسبه لي عشان دي لحمه صغيره فعلى طول بتتجهز وبغرفها على طول، ما بتحتاجش مني فرن. تمام. ايه اللي انت بتحطيه عشان برضو الناس تبقى معانا عارفه؟ بحط شعره ملح، احط شعره زعتر، زعتر، فلفل اسمر مجروش ما بيكونش ناعم، وتتشوح كده. انزل يا دوبك بس تاخد الصدمه بس على النار، تصدم كده شمال ويمين. تمام. هي بس تاخد لون، يعني نفضل نقلبها ولا نسيبها عشان ما تتهريش مننا؟ لا، ما هي يعني الستيك لو كان سميك شويه نقلبها. تقلبيها. زي ما انت شايفه دي انا مقطعاها رفيعه جدا ولحمه صغيره بتلو، فما بتاخدش ايه. انت بتجيبيها بتلو عشان تستوي بسرعه؟ تستوي بسرعه وفي الاكل ما تشدش يعني. لان احنا لكن لو في اي حاجه بتبقى حمراء وبتدخليها الفرن، يعني لو حسيتي بتشد مع شويه تزودي الصوص وبتدخليها ايه. طيب احنا الفرن. لما بنيجي نشوحها لازم نحط الزبده ولا لازم ممكن نحط ممكن زيت او سمنه؟ ممكن الزبده وزيت زيتون طبعا. زيت زيتون. طبعا عشان هي اكله من الايطاليه، يعني تعتمدي على زيت الزيتون والزبده والزعتر. انا دايما احب هي بدا اللون بتاعها يتغير لو الكاميرا تجيبها لنا كده. هو تمام. هي بصي اول ما غير لونها تحسي ان عامله زي الكبده كده صح. اللحمه دخلت على السوا خلاص، ريحتها خلاص طلعت كمان. هي بتعملي ايه بقى بعدها؟ بعد كده هشيلها على طبق. جايبه الطبق بتاع طب الاكله دي تعرفينا اكتر، الاكله ديت مثلا ترجع لايه يعني؟ هي ترجع اصولها ايطاليه. ايطاليه. وتنفع بالفراخ، بالفيليه الفراخ. يعني انا ممكن بدل مثلا ما اعملها باللحمه اعملها بالفراخ. والفراخ ما تاخدش حاجه وسعرها متوسط. الفراخ برضو لازم تكون برضو فيليه. هي الفراخ الصدور الفيليه ما بتاخدش حاجه برضو، لو حد مش عايز يجيب لحمه مش حابب اللحمه نمشيها بالفراخ، ونفس برضو نفس الخطوات كده. نفس الخطوات بالظبط. طب هي لو هنتكلم بقى بالنسبه للاطفال بتحبها اكتر بالفراخ ولا باللحمه؟ يعني ده حسب بقى مذاق كل طفل، يعني انا عندي بعملها بالاثنين بيحبوها.
انت بتحطي تاني فلفل اسود؟ بحط فلفل اسود وبحط شعر الزعتر و... طب انا عايزه اسالك، انت ليه يا ايمان حاطه الفلفل الاسود خشن؟ يعني انا شايفاكي بتقولي ما يكونش ناعم. ما يكونش ناعم عشان الفلفل الاسمر يبقى باين كده في الطعم. اصل الاكله لازم يبقى فلفل اسمر مجروش والنكهه تبقى اكتر. تمام. بتاخد عامه وقت قد ايه؟ يعني مثلا لو نقول ست موظفه او بتشتغل ممكن تعملها في وقت قد ايه؟ ما تاخدش تلت ساعه. مكوناتها سهله وبسيطه وكل الاطفال بتحبها، وتمشي مع الرز بالشعريه، تمشي مع رز يعني ابيض. يعني بتقدميها جنب رز عادي بشعريه او رز ابيض او رز عادي. ابيض تمشي مع بطاطس مش بوتيتوز اللي هي البطاطس المهروسه. تمشي جنبها مع مكرونه، يعني هي سادة معانا في كل حاجه وكل بيت يحبها وياكلها. طب ممكن الاطفال بيحبوا السندوتشات، ممكن فعلا نقدم لهم يعني يجي مع السندوتشات؟ هي بتتاكل اكتر، يعني هي تتغمس برضو بالعيش عشان الصوص بتاعها ده بيبقى جميل جدا. يعني الصوص بتاعها بيبقى طعمه خطير بصراحه. اهي شايفه خدت اللون معانا اهي. يعني اللون بتاعها اتغير خالص فعلا. اهي وخدت كمان تحميره اهي. يعني انت بتسيبيها تغير لون بس ولا تسيبيها لغايه ما تحمر شويه؟ لا تحمر وتبقى مستويه. انا عشان اللحمه دي عارفاها فايه يعني مجرباها كذا مره فخلاص. لكن هي لو حاسه ان هي بتاخد وقت معاكي اعملي نفس الخطوات وفي الاخر دخليها الفرن. تمام. انت كده هتطلعيها خلاص؟ دقيقتين بالظبط كده واطلعها. طب ايمان انا عايزه اعرف، انت بقالك كام سنه شغاله في مجال الطبخ وكده؟ هو الطبخ يعني انا بحبه، بحب اعمل اكل، واهلي دايما يقولوا لي نفسك حلو، اصحابي معارفي فشجعوني بصراحه. يعني دخلتي صدفه كده؟ شجعوني. وكنت دايما اتابع يعني الشيفات الكبار واتفرج عليهم فقلت طب انا اجرب مره. في مره لقيت البرزنتيشن بتاعي بيطلع كويس، الطعم كويس قريب جدا، فقلت طب ليه طيب الواحد فعلا ما يعملش الخطوه دي. فالحمد لله عملناها، وطبعا بفضل حب الناس ليا وفضل تشجيعهم ليا. مين بقى اللي كان بيشجعك اول ما قلت لهم ان انا هخش في مجال الطبخ؟ الداعم ليا كان هو زوجي. جوزك؟ كان هو اول من بيشجعني في كل حاجه، حتى لو الحاجه مني مثلا باظت يقولي مش مهم جربي تاني ما تزعليش. فهو كان الداعم ليا. وبعديها طبعا معارفي واصحابي واهلي. كانت ماما يمكن خايفه عليا شويه في المجال دوت، تقول لها هتتعبي هترهقي، فاقول لها لا ما تخافيش عليا. انت عشان حبيت. طب انت بقالك كام سنه يعني بداتي ان انت تقرري ان انت تبقي شيف امتى؟ الكلام دوت في شهر 11 اللي فات. يعني لسه قريب؟ لسه قريب جدا. ونزلت خدت كام دوره عشان ابقى برضو على ايه يعني على درايه ان انا مش مجرد بقى موهبه او نفس او كده، لا يبقى برضو على درايه. طب ايمان انت شايفه الاكتر ان انا يكون عندي الهوايه، ولا لازم ان انا كمان فعلا اخد كورس على اساس ان انا يبقى عندي اكمل كمان الموهبه اللي عندي؟ لا هو اهم حاجه الموهبه. العاطفه اللي انت بتديها وبتعملي الحاجه بكل حب بتطلع جميله جدا. لكن مجرد مهنه بس من غير حب مش هتبدعي فيها. طيب ايه اكتر اكله يا ايمان عملتيها وتعبتك شويه في البدايه كده ولقيتي ان انت مش عارفه تجيبيها صح؟ يمكن مش يعني سبحان الله وربنا كرمني، يعني ما باجي بعمل حاجه بتنجح معايا. يمكن اللي جربته شويه و يعني لقيتي فيها صعوبه شويه في البدايه كده، ممكن يكون مجال المخبوزات ما بينجحش معايا. يعني ما بينجحش معايا من اول مره، اجرب مره واثنين عشان ينجح. لكن بقيت الريسبي كلها باخدها واقرا عنها واتفرج على فيديوهات واتفرج على شيفات ومصريين واجانب واتعلم وباخد الخبره. طب ايه اكتر اكله عملتيها وجوزك قال لك بقى، بما ان هو اللي بيجرب معاكي قال لك دي فعلا الاكله دي ممتازه منك؟ يعني انا مره عملت سمكه سالمون بال مشويه في الفرن ومعاها صوص زبده وليمون، وعملت جنبها مكرونه بالجمبري وبيض الصبيط والمسلز اللي هي المحار الاسود دوت، كان عاجبهم جدا جدا وكلهم شهدوا لي بيه، قالوا لي يعني اجمد من اي مطعم سمك. طيب كويس جدا. طيب ايه اللي ولادك بقى بيطلبوا منك على طول يقولوا لك يا مامي احنا عايزين الاكله دي منك؟ هما دايما الاطفال بيحبوا الحاجات اللي هي السريعه زي السندوتشات، الكامبي، الحوادق، السليزونات، كل الحاجات دي كل الاطفال
بتميل ليها، فممكن اي ست بيت شاطره تدخلها وتعملها. يعني انا كنت مره عملت لهم تورته التونه، تورته التونه هي مش تورته بمعنى التورته، هي توست وجواها حشو جبن وخضار وتونه ومتغلفه بالخضار ومتغلفه بالجبنه الكريمي. تشوفيها تقولي عليها دي تورته خضار دي ولا ايه، تكليف جدا. وعملت لهم برضو مره واحده بالسلمون المدخن والجمبري، عجبتهم جدا وجالي اوردر منها وطلعته برضو وعجب الناس. طيب كنت عايزه اسالك، انت دلوقتي خلاص لونها اتغير، هتعملي ايه بقى تاني؟ هل بتنزلي عليها الدقيق؟ لا، هطلع بقى ديت، دي اخر حته هيت، يعني اخر حط حته زبده. يعني انت دلوقتي حطيتي، يعني ممكن نقول لهم دلوقتي اول ما نحس ان الزبده قلت في الطاسه بنحط تاني؟ حطي دسم تاني طبعا. هي خلاص اهيت، يعني دقيقتين بالظبط واروح ايه. تمام. طيب احنا لازم نستعمل طاسه محدده عشان ما تلزقش مننا، ولا ممكن نستعمل اي حاجه؟ والله يعني اللي ما عندوش طاسه يعني مؤهله يزود الدسم. يزود الدسم. طيب انا كنت عايزه اسالك، انت بتعلي عليها ولا بتسيبيها يعني هو اوطي عليها؟ المفروض لو هي لحم ستيك اكبر من، يعني ادخل من ده شويه يدي له الصدمات واوطي يشرب من الصوص بتاعه عشان تبقى مستويه. لكن دي اللحمه زي ما انت شايفاها رفيعه جدا، فعلى طول معليه عليها وهتلاقيها يعني ان شاء الله تمام. يعني تمام، احنا شايفين لونها اتغير خالص اهو، وريحتها كمان ما اقولكوش عليها. خلي بالك. ايوه اهو كده، دقيقه بالظبط كده. طب انا عايزه اعرف انت ليه بتحطي البهارات وانت بتقلبيها، يعني ليه؟ يعني اما البهارات بتتحط كده فريش كده على طول على الاكله، تحسي بالمذاق يعني الحاجه، تحسي طعمها فيها موجوده. وخصوصا ان ديت مش محتاجه تتبيل الا اذا كانت لحمه تخينه شويه، فهتحسي ان انت بقى عايزه تتبليها من قبليها بيوم، قبليها بساعتين. يعني انا ممكن اتبلها مثلا قبليها بيوم واجي اعملها على طول. لو اللحمه مش متوفر عندك، اللحمه دي انا بتكلم في حال اللحوم. لكن الفراخ عادي برده اوريدي على طول. بتتبليها برده بزعتر وسبع بهارات وملح وفلفل اسمر، وتحطي معاهم معلقتين خل، وتحطي معاهم ربع كوبايه زيت زيتون وعصره ليمون. ده التتبيل، وتشيليها ساعتين وبعد كده تشتغل في حل اللحمه تخينه شويه. طيب ازاي نعرف الستات ازاي تقدر تشتري اللحمه اللي هي البتم الصغير؟ هو انت بتروحي للجزار او السوبر ماركت زي ما انت بتتعاملي، بيبقى عنده الثلاجه ما شاء الله يعني فيها كل حاجه، وبتقولي له انا عايزه الحته كذا، عايزه كذا. وخصوصا يعني يفضل الحاجات القطعيات دي يفضل من مكان موثوق منه عشان يديك الحاجه الصح. هي احمرت خالص اهيت يا امام، اهي خلاص يلا نطلعها. نقول للناس ان هي اول ما تدي اللون دوت على طول كده نطلعها. نطلعها اوكي، وبعدين هننزل تاني هننزل ايه بقى عشان اجهزه لك؟ هننزل البصله. ماشي. فص ثوم معاها عشان بس وقتنا. اوكي، بتحطي ايه تاني عقبال ما نفتح الثوم؟ بصله، فص ثوم، بنحط بعديها المشروم. المشروم؟ يعني فصين ثوم كده، ياخدوا بس تقليبه كده نشيل من الريحه. اهي دي الصوص اللي انت بتحطيه فوقيها. ده بقى الصوص، وده السر فيه انه يطلع جميل وريحته حلوه. تدبل بس كده. حطي بقى المشروم. 250 جرام مشروم الوقت بتاعنا. واهم حاجه في المشروم دوت ان هو يكون فريش، بيدي يعني طعم جميل جدا وما بنغسلوش المشروم. انت مجرد بس بتشوحيه. يدبل بس. هيدبل اهوت، يدبل. بعد كده بتعملي ايه؟ بعد كده بعمل فجوه كده في النص، وحمر معلقه دقيق من اللي انا جايباه دوت. بتحطيه معاه. بس يدبل بس اهوت. حسيتي عايز نحط من ايه؟ من الزبده. يعني عاوزنا زبده نحط كمان. حطي يعني كل ما الطاسه تنشف معاكي.
فوتي بقى الدقيق. حاضر. تتقلب بس كده عشان يبقى ايه الطعم كله تمام. تمام. بعمل فجوه كده. طب ايه فايده الدقيق بتحطيه دلوقتي مع عشان المشروع. يربط مع الكريمه وال يعني نقول زي البشاميل. هو مش بشاميل هي بس لان احنا جايبين كريمه لباني مش لبن. الصحابات البيوت اللي هم مش قادرين يجيبوا كريمه سيدات البيوت او في حاسين بحاجه يعني مش قادرين يجيبوها او مش متوفره عندهم فيعملوا الحركه ديت ويحطوا كوبايه مرقه وممكن تتاكل بصوص بني ساده خالص بتبقى جميله جدا وما بيبانش فيها اي حاجه. انت بتخلي دي وقت قد ايه يعني؟ ده على طول بيلف بس كده معايا اهو. بحط حوالي معلقه بس عشان وقتنا اهو. الكريمه بقى اللباني. لا هنزل الاول بالشوربه. الشوربه كوبايه مرقه هي. اوه سوري. ولا يهمك. اهو بتسيبيها بقى قد ايه؟ تغلي مثلا ولا تربط بس كده؟ اروح نازله هي شايفه اه هي السخونيه تربط معايا. اروح نازله بكوبايه الكريمه. اتفضلي. هي واروح نازله باللحمه وراها تشرب بقى من الايه. اه يعني خلاص انت بتحطي اللحمه وخلاص على كده. خلاص غلوه واحده بس كده وتبداي نرص في السرفيس. تاكلي جنبها رز بالشعريه. طيب. تاكلي جنبها رز يعني أطيب. انت خلاص انت كده دي اخر طريقه. آه اخر خطوه خلاص بنحط اللحمه وبنسيبها بقى غلوه كده بسيطه وخلاص. اه بس كده ده بالصوص اهوت. حابه بقى اللحمه تخينه منك شويه دخليها الفرن في قالب ودخليها الفرن تكمل سواها. ايمان بشكرك جدا عرفنا نعم. الطريقه النهارده بس دي وقتنا احنا خلاص وصلنا للخطوه الاخيره. بشكرك جدا وعايزينك تكوني معانا الايام الجايه ان شاء الله بطرق اكل جديده مختلفه. اوكي نحطيها جيبها انا. ده هو ده الشكل النهائي خلاص للطلاص.